طيب شاشة كورة وماذا جاء فيها؟ علاقتك قوية بجمهور دهوك. شوف راح أقول لك شغلة على أساس يمكن كذب الجسم. صدق يحبون كرة القدم، صدق يحبون جبار. يعني الله شاهد على يعني أطلب للسوق ما حد ياخذ مني فلوس. بدهوك. دهوك كله. أروح ما يعني ناس صدق يحبون كرة القدم، اللي يروح يمثل دهوك يروح يشوف أحسن صورة بحياته. عجيب. والله العظيم على يعيش أحلى أيامه. واللي يقول لك ما تقدر تعيش هناك لا تعيش هناك وتعيش أحلى أيامك. والله. شو تسوي لهم؟ كل شيء قليل بحقهم. ايش قصد يعني مثلا خدمة هذا النادي اقول هذا قليل بحقهم. لانهم ملاقي طيب بالمقابل محبين معازرين يحبون الشخص اللي غريب مثلا عليهم يخلونه وياهم يعني بس عوائلهم. السؤال اللي ممكن ينطرح منو الاكثر عددا والاكثر تنظيما والتساقا بفريقه؟ جمهور دهوك لو جمهور زاخو؟ جمهور دهوك اكيد. مو يعني مع احتراماتي شوف مع احتراماتي لفريق زاخو وجماهير زاخو كلهم محترمين بس فقره جمهور دهوك فقره تحسهم يعني من اهل الله يعني جمهور زاخو شويه يعني مشددين عصبيين دول لا فقره يعني اتوقع مره ملعبنا مليون فريق وزاخو جايين شيء قليل وهدوا فريق زاخو هدوا على فريق دهوك وهذول فقره ما يحبون عرك يعني اصلا فريق دهوك يعني جماهير دهوك ولذلك تختار جماهير دهوك اختار يعني مع احترامات الفريقين بس فريقي شيء اكيد اختار اكثر مدافع من تلعب